محمد علي من الزقازيق، من احدى قرى مركز الزقازيق، خريج كليه اداب زيه زي اي شاب بيحاول يجود من حياته ومن ادائه، سواء بالدراسه او بالعمل او بالتجربه. كان عايز يعمل بحث وعايز يستخدم الكمبيوتر يطلع معلومات منه يستعين بيه. راح لواحد من اصحابه وقال له انا عايز اتعلم كمبيوتر. صاحبه قال له يا عم الكمبيوتر ايه اللي انت عايز تتعلمه، انت اخرك تجيب شويه معيز وتربيهم. الكلمه دي ممكن تبقى عاديه لاي واحد فينا، انما لما يبقى اللي بتتقال له الكلمه دي ضرير، فالكلمه مش بس توجعه ومش بس تحز في نفسه، تخلق عنده تحدي انه مش بس يتعلم كمبيوتر ويستخدمه، لا ده هو ضرير بس هيفهم الكمبيوتر وهيتعلمه وهيصلحه، لدرجه انه محمد يبقى في يوم قريب من بعد ما صاحبه قال له الكلمه القاسيه دي يبقى ماسك قسم الاي تي في احدى الشركات. محمد علي من الزقازيق عمل كتالوج نجاحه بنفسه وبصعوبه. الزقازيق بيتبع لها قرية اسمها قرية نشوة، ساكن فيها فني الصيانة معظم الناس هناك تعرفه مش بس لأنه ماهر في إصلاح الأجهزة، إنما لأنه كفيف وبيصلح الأجهزة بكفاءة. افتح شبابيك الحلم وافتح طريق لبكرة، وأي شيء بقى علم ما هو كان في الأصل فكرة. من أكتر من 20 سنة فقد محمد بصره، إنما ما فقدش ذكاؤه وإصراره. خرج من سجن الضلمة وقلة الحيلة وقرر يخوض كل تجارب المبصرين بدون خوف. واحد زميلي قاعد على الكمبيوتر كده، فقلت له ما تعلمني يا ابني عليه، قال لي لا لا انت مش هينفع تتعلم عليه. فقال انت اخرك تربي معيز. الكل اكتشف مهارته الغير عادية في إصلاح أجهزة الكمبيوتر، والحقيقة إن شطارته في المجال ده كانت أكبر بكتير من كونه ضرير ولا يرى. مهارته خلته يشتغل في قسم الآي تي في إحدى الشركات الكبرى دون النظر لأنه ما بيشوفش. ما كانش عندي جهاز، رحت جبت كيسة بنتم 3، كان الكلام ده كان في أواخر 2004، فكيتها وكنت بتعلم فيها بقى، بشوف التوصيلات رايحة فين وجاية منين. في برامج بتشتغل من برنامج اسمه ويندوز توكينج، ده بيشتغل من تحت الويندوز، بيقرأ بيكون ناطق، يعني سكرين ريدر، قارئ شاشة. اهو لما اجي افتحه لاول مره، بقول لي اختار اللغه، بليز سيلكت لانجويج. انا هقول له مثلا ايه، خليها العربي. حسنا، مش عارف مين حسن. تتكامل المتصفح دايلوج، تبدو نجاح تكامل البرنامج مع المتصفح، تحتاج لاعاده تشغيل المتصفح لتصحيح التغييرات. حب الاكتشاف والتعلم هم سلاح محمد في طريقه للحرية، وكانوا السبب الأول والأهم في النجاح واحترام الآخرين له. شفت غيري قاعدين عايزين يأكلوا عيش مش لاقيين، ناس كتير بتعتمد على أن حد يديها حاجة، حياة زي كده، فما حبيتش أن أنا أتحط في وضع زي كده. البرنامج سجل منذ ساعته بالضبط. معكم منى شادل. هو صحيح خريج اداب، بس الكل بيقوله يا باش مهندس. اهلا بيك يا باش مهندس محمد. اهلا بيك الكل. ازاي تبقى خريج اداب وشغلتك او دراستك ملهاش اي علاقه بالكمبيوتر، وتبقى يعني محروم من نعمه البصر وتشتغل تصلح كمبيوترات يا محمد؟ والله هي الفكره كلها
مش فكرة تخرج قد ما هي فكرة مثلا هواية، أو الواحد مثلا فكر يشتغل في إيه، أو إيه الشيء اللي مثلا الواحد حس إنه بدأ ينجح فيه. لأن عادة يعني لما كنا في علم النفس يعني كان يقول لك النجاح بيولد نجاح والفشل عادة ما يولد فشل. فالإنسان عم بينجح في حاجة بيكون دفع له إن هو يحاول مرة واثنين وثلاثة إن هو ينجح فيها نجاح أكبر فأكبر فأكبر، فبتوصل الإنسان لنجاحات مستمرة. غير مثلا لما يكون مثلا على سبيل المثال اي حد او فريق كوره او واحد مثلا معين سقط، فكله بيقول له يا فاشل يا ساقط يا انت مش نافع، فبالتالي ببص لقي ايه مستوى دايما يتراجع ومفيش تقدم. فهو الحافز عامل مهم وهو النجاح اكبر حافز أيوة للانسان. ايوه بس يا محمد ده كان ممكن تعمل حاجات كتيره وتنجح فيها، بس موضوع انك تصلح كمبيوتر دي هي كانت الفكره في اول مره يعني عندني كنت حب الطلاع مش كنت ان انا عايز اصلح الجهاز يعني. كنت فكيت الجهاز بتاعي كان جهاز زي ما وضح في التقرير في البدايه كان جهاز بنت ام 3 كده، وجبته وفكرت ان انا مثلا احاول اشوف في ايه الموجود جواه ازاي الماكينه او اللي هي الكيسه ديت بتشتغل. فبدات مثلا يعني احاول افرج على كل وظيفه حاجه فيها، بس فهي من خلال الاطلاع بدات مثلا لما كانت تحصل اي معايا اي مشكله وما اعرفش اتوصل لها كنت اطلع على الانترنت اكتب مثلا المشكله، مثلا ممكن حد يجاوبني على حلها، ممكن اروح اسال حد مثلا من زمايلنا، ممكن ما لقيتهاش في النت انا ابحث على موقع تاني وهكذا يعني. فكانت العمليه واحده كان بيساعدك يا محمد. ما هي يعني اللي انت بتقوله ده في حد ذاته صعب، ان انت يعني تسأل يعني قبل ما توصل لمرحلة الصيانة أو التصليح، مين اللي كان بيساعدك؟ هو عادة يعني هي يعني ما فيش حد بعينه أو حد معين، لكن هي فكرة إن ما فيش مستحيل طول ما الإنسان في مخ أو في عقل يقدر إن هو يوصل بيه لأبعد حد. هو ده أنا شايف إن هي العجز الوحيد هو عدم وجود العقل الإنسان ممكن يفكر بيه، بس هذا العجز الوحيد، ما فيش عجز أكتر من كده. طيب ما تأخذنيش يا محمد، انت سبب كف البصر عندك وراثي يعني من ساعة ما اتولدت ولا في سبب؟ لا انا فقدت البصر وانا كنت في اولى ابتدائي، كنت شقي شويه وانا صغير. كنت شقي شويه ايوه، فبلعب على السرير بتنطط كده فوقعت على من على السرير على دماغ من ورا، فحصل عندي انفصال في الشبكيه. فالنظر راح، طبعا رحت للدكاتره كتير، كانت عملت جليكوما او ميه زرقاء على العين، فالحمد لله هو الميه زرقاء عملت ضمور في العصب والموضوع انتهى يعني. فطالما ضمور في العصب ده مالوش حل. دي كنت انا لسه في اولى ابتدائي. بس انت تخطيت المساله دي اعتقد على الاقل نفسيا. انا هو يعني نفسيا الانسان او الطفل الصغير يقدر انه يتخطاها اكتر من الكبير بكتير. ليه؟ الشخص الكبير بيكون اتعود على البصر فما عادش يقدر يعني لو فرج البصر بيكون حبيس منزله. ويعني يمكن حتى في المشاهير ناس كتير، يمكن ذو المحبسين اللي هو ابو العلاء المعري، يمكن ناس كتير عم فقدت نظرها في الكبر، اشتهرت بانهم ما بيخرجوش من البيت يعني محتاجين اللي يخرجهم، حتى اللي يمكن اللي عايزين اللي يوديهم الحمام. لكن هو الواحد عم يكون من هو صغير بياخد حريته بشكل اوسع او بيتعود مع الوقت انه ما فيش مشكله، بتبدا واحده واحده يتدرج في الموضوع بيتلائم مع الحياه. اول مره تفك الجهاز وصلحته، احكي لي التجربه دي ومين كان جنبك وعملت ايه وصدقوك ولا ما صدقوكش؟ هو ما كانش حد جنبي، هو كنت انا قاعد لوحدي وفكرت ان مثلا ايه يعني حبيت عم بعد ما اتعرفت على مكونات الجهاز فكرت ان انا ايه اللي غريب مثلا يعني. مثلا احنا عندنا اجهزه الكمبيوتر لحد النهارده ما فيش حاجه بتنتج مصريه يعني، مثلا من اول الرام لحد البروسيسور او حتى العبوه الخارجيه اللي هي اللي بيسموها الكيس بتاعت الكمبيوتر نفسها، مع ان ما لهاش قيمه، هي مجرد حاويه بلاستيك حاويه بنحط فيها او بنرص فيها المكونات بتاعت او الاجهزه بتاعت الكيسه يعني. حتى الحاويه ديت ما فيش منها مصريه، كلها صين اللي احنا بنستوردها او ماليزيا، يا اما بنحنا بنستورد اكياس سلم اللي هي الاستيراد او اللي هي الاجهزه الاوريجينال او كده يعني. فكلها مستورده. ففكرت ايه الغريب اللي في الكيسه، فحاولت ان انا مثلا افك الكيسه
احاول اجمعها مثلا على كرتون، جمعتها وشغلتها، فالكيسه اشتغلت عادي خالص، وقمت مرجعها على الكيسه تاني، فعرفت ان الكيسه اصلا ما لهاش قيمه، هي كلها مجرد عبوه بس الواحد يركب عليها المكونات، انها تكون مثبته اللوحه الام والحاجه اللي فوقها والتوصيلات بس، ما فيش فيها اي فكره جديده. فكان كل يعني استعجاب ان ليه احنا ما نخشش في المجال دوت ونحاول نتقدم فيه من خلال الهاردوير مش من خلال السوفت وير بس. يعني انا اعرف ان احنا عندنا في مصر هنا الحمد لله ناس كتير شغالين في السوفت وير بشكل كويس، لكن هو يبقى عندنا نظام الهاردوير لسه احنا بعيد فيه من خلال الانتاج مش من خلال الاستخدام يعني. طيب انت دلوقتي ممكن تكون بتمارس الهواية دي زي ما انت قلت على الكمبيوتر بتاعك، جهازك باظ ما باظش، يعني انت الوحيد المتضرر. منين ابتدى الناس تعرف ان انت بتصلح اجهزة كويس وتجيلك، وازاي الشركة اللي انت بتشتغل فيها حطيتك في قسم الاي تي؟ احكي لي التجربه دي يا محمد. انا كنت رحت بعد كنت اشتغلت في نادي احمد عرابي، كنت بدي كورسات من 2007 ل 2009. انت بتدي كورسات للناس؟ كنت بدي كورسات اللي هي ويندوز وورد واكسل واكسس وباوربوينت وانترنت. فكنت قدمت ورقه في مكتب تاهيل فبعتني على شركه في شركه حلويات في العاشر. رحت الشركه مين اللي بعتك الشركه اللي هي مكتب العمل. مكتب العمل. فقالوا لي خلاص ما فيش مشكله، تاخد راتب وانت في البيت كل شهر ما فيش مشاكل. فكان صاحب الشركه فقلت له والله ما فيش مشكله، طب انا هقول لك فكره. طب لحظه، يعني انت دخلت الشركه زي ما بيقولوا من فئه اللي هو 5%؟ فقال لي خلاص انت تيجي كل شهر تاخد المرتب وخلاص. قلت طب والله انا هقول لك فكره ألذ، انا دلوقتي راجل بشتغل في مجال الكمبيوتر وانا كده اخد مرتب، طب ما ايه رايك اخد مرتب واشتغل؟ قال لي خلاص خش على المدير. دخلت على المدير فقال لي ما فيش مشكله، فطلعني فوق. طبعا كان زمايلي مش مستوعبين الفكره ان ممكن انا اشتغل في الكمبيوتر او كده. قعدت اول يوم، ثاني يوم حصل ان كان كيسه واحد زميلي كانت حصل فيها مشكله، كانت مراحل البروسيسور باظت وحاولوا هم يعملوها ما عرفوش اللي هم موجودين في القسم. فالحمد لله قال خلاص ما هو كده هم مش عارفينها، فحلوا الجهاز عليا فركبت مراحل البروسيسور. فمن هنا بداوا ياخدوا ثقه يعني ان هي خلاص تمام وعملها وما فيش مشكله، والحمد لله مشيت واحده وكده. لما سالت على قلت لهم طب هو قبل ما يبتدي يصلح اجهزه كمبيوتر كان بيعمل ايه، اكتشفت ان انت حد مش بس ما بتقدرش تقعد ما تعملش حاجه، انت عندك طموح ونشاط كتير. انا قالوا لي انه محمد رب ارانب، قالوا لي انه محمد عمل مشروع لعيش الغراب، يعني انت عملت حاجات غريبه وكتيره وعملت مصنع ترشي او حاجه زي كده. احكي لي على كل التجارب دي يا محمد. وانا في اولى كليه جبت بتاع حوالي 3 بطاريات ارانب، وبدات ان انا كنت اربيهم، كنت بجيب لهم الايفو ماك اللي هو المضاد الحيوي بتاع الارانب دوت، وكنت عملت كنت حاطط بنضف لهم باستمرار وكده. بس لقيت مشروع برضو مش مجد نافعلية، عايز توسعة عشان يدخل دخل ثابت، عايز مكان واسع، وعايز حاجات كتير. بعد كده عما فكرت في مشروع معمل طرش صغير كده، كنت جبت براميل بلاستيك اللي هي مش براميل، كانت الجراد البلاستيك بتاعت الجبنة، وبدأت أعمل فيها مخلل وكنت بوزع على بعض السوبر ماركتات أو المحلات الصغيرة. لوحدك كده يا محمد؟ لا والله كان معايا واحد زميلي، كنا يعني كان هو ماشيين مع بعض بنروح نوزع مع بعض، هو مبصر يعني، وكنا بنحاول نفكر ان احنا نعمل ايه مع بعض يعني في المرحله دي. فكنت ماشي انا هو مره، هو نفس الشخص دوت، وقرانا ان في دورات في عيش الغراب المشروم يعني في جامعه عين شمس اللي هي كليه الزراعه اللي في شبرا ديت. ايوه. فبدانا نطلع ونجيب معلومات من على النت في طرق استزراع عيش الغراب، المحاري وكده، والحمد لله قدرنا ان احنا نوصل لمرحله كويسه ان احنا في الخبره. كنت بتزرع عيش الغراب فين يا محمد؟ كنت بزرعه في البيت عندنا، لنا بيت في زازي كنت بعمله فيه. انا سمعت ان انت كنت بتربي فران. ما هو دي كان مع مشروع عيش الغراب، كان فران بيضه. ليه؟ كانت واحده ساكنه عندنا كانت شغاله في المعمل بتاع صدناوي،
فقالت لي والله راح اشتري فلان النهارده في المعمل يعني. فران تجارب. فران بيضة. كان ساعتها الفرع عامل 9.5 جنيه. الفرع ب 9.5 جنيه. كان الكلام ده في 2006 2007 كده يعني. فقلت لها خلاص والله هات لي يعني 3 نوتي وذكر كده. وقلت نجرب يعني ايه المشكله يعني مفيش حاجه. انا ربيت ارانب قبل كده. مهم زي الارانب وجات لي ما بيعضوش وكده فمفيش مشكله. كل شربيها وخلاص. بتعمل الحاجات دي كلها ازاي يا محمد من غير يعني انت كنت ايامها اتجوزت ولا لسه؟ كنت لسه ما اتجوزتش. كنتش لسه اتجوزت. مين اللي كان بيساعدك في البيت يعني؟ ما هو ايه يعني هقول لك اخو حضرتك بيقول لك ما حدش هو لوحده كده يفضل يعمل يعني حاجات كتير ممكن الواحد يعملها لوحده من غير مساعده حد. او يعني مثلا زي موضوع مثلا حاجه زي الارانب مثلا كده كده دي حاجه عايز تنظيف وعايز اكل وشرب بس مش محتاجه مثلا الواحد هيعمل فيها حاجه تانية وهكذا يعني. فهو يمكن الحياة دي كان الواحد خدها بالتجربه من في البدايه. كان معايا واحد زميلي فكنا بنعمل سوا. بس اهلك اكيد كانوا بيستغربوا قوي من اللي انت بتقوله. احنا قاعدين ومستغربين يعني. انت تلاقي يعني دخل عليهم بقفص ارانب ماشي، دخلت عليهم بقفص فيران وبعدين يعني اكيد اهو اخوك عمال يموت ما يتعاش من الضحك. معلش حضرتك اسمك ايه؟ لا هيثم. لا والله العظيم قول لي ده جننكم في البيت يا هيثم. لا هو مع نفسه كده. لا وقرب الميكروفون. هو مع نفسه. هو مع نفسه. لا يعني بره كده. بيطلع بره مع اصحابه. بيربي ويفتح مشاريع لنفسه وبيعمل كل حاجه لنفسه. ومين اكتر حد بيشجعه، والده ولا والدته كان قبل كده قبل ما يتجوز؟ هو خد البدايه من نفسه. يعني ما اتكلش على حد. يعني محدش فيكم رب ارانب ولا هو الحمد لله كان ايه ولا واحد هو لا بس. لا 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 هو بس كان والده هو اللي كان بيفتح المشروع لنفسه. كان والده والدتي الله يرحمها بقى كان لهم دور كبير في من حيث التشجيع. خلاص اعمل. ما كانش في تقييد، ما كانش في مثلا ان لا ما تعملش حاجه. فاصلا مجرد ان الواحد ياخد الحريه نفسها في ان الواحد يبدا يعمل وكده ويجازف ويحاول ويجرب ويفشل مره وينجح مره، دي الوحده التجربه ديت هي بدايه النجاح. لكن اذا مثلا الواحد قيد حريته لا ده انت فشلت المره اللي فاتت، فتلقائي الواحد مش هيعمل حاجه بعد كده. ده الناس تقعد تعيره ده فاكر المشروع اللي فشلت فيه. فاكر لما يعني هي دي غلطه كبيره. طبعا انا بالنسبه لي كنت عايز يعني قررت خلاص ان هو العلم مفيش بعد كده او مفيش خلاص هو دي الحاجه الوحيده اللي انا عزمت عليها يعني. فبدات اني كان سمعت ان كان في كورس بيتاخد في القاهره في مركز التعبئه والاحصاء، فرحت خدت الكورس. كان كورس في الويندوز وبتاع، كورس مبتدئين. اتعلمت ازاي الواحد يكتب على الكمبيوتر، ازاي الواحد يستخدم الكمبيوتر يخش على يشغل حاجه كده، حاجه زي كده. والحمد لله مع الوقت الواحد مثلا بدا مثلا يجيب كورسات يقراها، وكتير من الكورسات والاسطوانات موجوده على الانترنت ممكن اي حد يجيب كورسات ويبص اللي فيها واكيد هيتعلم. الهوايه دي اصبحت حرفه او شغل محمد الاساسي. أيوة. بس احنا بعد الفاصل هنعمل اختبار لمحمد قدام حضراتكم. احنا هنجيب جهاز كمبيوتر مفكك تماما ونشوف محمد هيعرف يركبه ولا لا. ليه مش حاطه صوره في السي في بتاعك؟ لان السي في بتاعي كويس، مش عايزه ابوظه بصوتي. النضاره والحسنه والحبوب اللي هنا. يا لقيناها طالعه كده من الاوضه اتخضينا. ناقشه شعرك بس ولا لابسه حاجه؟ اصل انا ولا فيديت ولا هطلع اعمل كده ولا هعمل كده. تعمل قهوه ونوتيلا وكله على بعضه كان يكوي. عارفه الولاد اللي بيقعدوا ينهجوا دول في البريك ويزقوا زقين البنات؟ انا كده ابعد عنهم. هتبتدي تجمع الجهاز ده يا محمد اشتغل عادي. غلبنا الجهاز ده. حاجه نقول افتح يا ولدي. ريهان مأمون. يخرب بيت حلاوتك. ذوقك بلدي قوي. دي الممثله الجديده يعني وحشه جدا. اول حته طلعت وبعدين لقينا دي 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 بتفرد الرنجايه على ايديها وبت ازاي استاذه بقى؟